السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل البدء بالتفاصيل، المرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وشكرا. أعرب الناخب الوطني السابق باد الزكي عن تفاؤله بخصوص مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية لحساب ذهاب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022، مؤكدا أن العناصر الوطنية قادرة على حسم بطاقة التأهل. وقال الزكي خلال مروره في برنامج عبر إذاعة راديو مارس: أنا متفائل جدا بهذا الجيل لأنه لن يهدر فرصة التأهل للمونديال، وهو يقف على بعد مبارتين من هذا الحلم المونديالي. وتابع: أعتقد أن الكرة في ملعب وحيد خليل الجيش لأنه هو الأدرى بظروف التحضير لهذه المباراة. أتمنى أن يتداركها فوات كأس إفريقيا. وواصل: منتخب الكونغو صعب على ملعبه ولم يخسر منذ فترة طويلة، لكن أتمنى أن يكسر الفريق الوطني هذه السلسلة. واختتم الزكي تصريحاته: نصيحتي للاعبين هي الابتعاد عن حكم المباراة وتفادي الاحتجاج زائد عن اللزوم، وتجرى المباراة بملعب شهداء في كينشاسا انطلاقا من الساعة 4 عصرا. سيحضر فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الوطني المغربي التي ستجرى في الجمعة بملعب الشهداء بكينشاسا، وتحظى مباراة الفهود والأسود باهتمام حكومي ووزاري كبير في الكونغو، حيث يعتبرها الشارع الكونغولي مباراة للتاريخ. وتشهد الكونغو الديمقراطية في الأسابيع الماضية تعبئة كبيرة لدعمهم لتحقيق التأهل إلى مونديال قطر. وأكد الإطار الوطني رشيد غفلاوي مدرب نادي البحرين البحريني لكرة القدم، والذي سبق وأن خاض تجربة كبيرة في الكونغو الديمقراطية، أن الاستفزازات التي يعيشها أسود الأطلس حاليا في كينشاسا كانت منتظرة في بلد يعتبر ذلك سلاحا للضغط على الخصوم. وقال غفلاوي في تصريح لأحد الصحف الوطنية: المباراة ستكون قوية بشكل كبير بالنسبة للعناصر الوطنية بحكم أن منتخب الفهود جلب أفضل لاعبيه المحترفين وغير الكثير من جلده من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى كأس العالم المقبلة. وأضاف المدرب السابق لنادي سانغا بلاندي الكونغولي قائلا: في الكونغو الديمقراطية يرون أن هذا اللقاء فرصة لتحقيق العديد من الأهداف، كما أنني متأكد أن سياسيين نافذين في البلاد بينهم رئيس الجمهورية سيحاولون تقديم كل الدعم لمنتخبهم لتحقيق التأهل، خاصة وأن اللقاء على بعد فترة من الانتخابات الرئاسية. وتابع غفلاوي: زرت معسكر الكونغو في البحرين قبل أسابيع، والملاحظ أن الفريق غيرت كثير من لاعبيه واستنجد بأبرز محترفيه، لكن تبقى الرغبة الكبيرة هي من ستحسم التأهل. وما عاشه الأسود الأطلس منذ وصوله إلى المطار من استفزاز مبالغ فيه من جماهير المنتخب الكونغولي كان متوقعا. وأوضح: أعرف الأجواء في الكونغو جيدا، بل أعرف حتى الفندق الذي يقيم فيه أبرز الشخصيات في البلاد في مثل هكذا مناسبات، وهناك من يعتقد من الشعب الكونغولي أننا لسنا أفارقة رغم أننا من القارة السمراء وسنبقى كذلك. وواصل: الجماهير الكونغولية مدفوعة للتأثير على لاعبي المنتخب الوطني المغربي، وهذا تكتيك مدروس للتأثير على الخصوم، لكن بالنظر لتجربتي هناك أرى أن ذلك مجرد فقاعات. يجب على المنتخب الوطني المغربي عدم التأثر بها، سيحاولون فعل أكثر لتخويف رفاق أشرف حكيمي. وأتمنى أن يتم إخبار لاعبينا أن هذه الأمور لا يجب أن تؤثر عليهم حتى وإن تسللوا لهم إلى مستودع الملابس. واختتم: يجب حراسة مستودع ملابس منتخبنا من طرف أشخاص مغاربة وعدم التأثر بهذه الاستفزازات، والتركيز على المباراة فقط للعودة بنتيجة إيجابية من هناك.